بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. تتقدم حكومة البنجاب 800,000 روبية لكل أسرى للعائلات الكتلة في الماسة ماري، ويعاقب من يتاح بعد استكمال تقرير التحقيق في الماسة. كما قررت الحكومة رفع مستوي الهيكل الإداري لماري، تيسيل وإعطاء مكانة إضافية لمنطقة ماء النشر الفوري للنائب مفوض إضافي وضعب شرطة زور أطباد عالية وبناء روابط طرق صغيرة من شأنها أن تسبب اختناقات مروية. في عقاب الماسات المأساوية التي سببتها العاصفة السلطية في ماري وجاليات، لا تزال عملية الإغاثة المشتركة وزعت النطاق من قبل الجيش الباكستاني والحية الوطنية لإدارة الكوارث والقوات الجوية الباكستانية وإدارة المنطقة مستمرة. في ضوء الظروف المناخية المتزادية، تم إنشاء معاون مؤقت للفقراء ومحتاجين في ميلودي إسلام آباد بناء على توجيه خاص من رئيس الوزراء إمران خان. حث الرئيس الدكتور عارف علوي الشباب على الاستفادة من الفرص المبتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، الوصول إلى سوق تكنولوجيا المعلومات العالمي الأخذ في السماء إمكانات هائلة للنمو والازدهار. قال الرئيس مخاطبا لنقد الدولة عبر الانترنت حول الجانب التجاري الحالي للعالم الرقمي، إن الحسابات ومعالجة البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي والطاقة وتصنيع الثلاثي الإبداع بما في ذلك بيانات الانترنت وشبكات الاجتماعية وقضايا أخرى تحدث وارد كبيرة في هذا المجالات. وحث الناس لا تعمل كيف تطوير البرامج والتطبيقات الذكية. أقام وزير الخارجية شاه محمود قريشي مؤتمر إنشاء في البيت الباكستاني برومانيا تقريما لأداء البرلمان الأوروبي والبرلمان الروماني، حيث يركز رئيس الوزراء باكستان بقيادة إمران خان على الأولويات الاقتصادية. قال وزير الخارجية شاه محمود قريشي إن هناك إمكانات هائلة لتطوير العلاقات بين باكستان ورومانيا في مختلف المجالات. قال وزير الخارجية شاه محمود قريشي أثناء مخاطبته الجالية الباكستانية في رومانيا إن رئيس الوزراء يعتبر 9 ملايين باكستاني يعيشون في الخارج كأصول مهمة للبلاد. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.